بخيتي يكشف عن حسم أبرز نقاط الخلاف بين صنعاء والسعودية ويتحدث عن طبيعة الاتفاق التاريخي. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كشف عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي عن تطورات إيجابية في المفاوضات التي شهدتها العاصمة صنعاء مع الوفد السعودي برعاية سلطنة عمان، مؤكدا أن عقبات كثيرة قد أزيلت من أمام توقيع اتفاق وشيك. وقال البخيتي في تصريح إن مسائل خلافية كثيرة في المباحثات مع الوفد السعودي قد أزيلت بفضل جهود الوفد العماني الوسيط، ونقترب من توقيع اتفاق قريبا. وأكد البخيتي أن مسألة توقيع الاتفاق المرتقب مع السعودية كطرف في الحرب لم تعد محل خلاف، واصفا أجواء المباحثات بالإيجابية. وفي تغريدة له على تويتر قال محمد البخيتي إن المفاوضات في صنعاء تجري بشكل جيد، ولكي نتجاوز الماضي علينا أن ننظر إلى المستقبل، ولكن علينا أولا إنهاء كل تبعات الماضي ولا داعي لتأخيرها. وأشار عضو المكتب السياسي لأنصار الله إلى أن الإعلان عن اتفاق صنعاء التاريخي سيكون بمثابة ميلاد ربيع عربي جديد للتصالح والتسامح، ويترقب شعبنا اليمني بتفاؤل حذر ما ستتمخض عنه المباحثات بين الوفد السعودي وقيادة صنعاء برعاية سلطنة عمان. غير أن تغريدة مستفزة لمشاعر اليمنيين من داخل عاصمة الصمود بلسان رئيس الوفد السعودي محمد الجابر الاثنين الماضي أثارت سخطا واسعا في الوسط المحلي، معتبرين تصوير سفير المملكة لبلاده بأنها وسيط لحل الأزمة بين اليمنيين قد يكون أعلان مسبقا بفشل للمفاوضات، غير أن الوسيط العماني عمل على احتواء هذه الخلافات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.